هنروح لكرة السلة رجال. كان عندنا ثالث اللقاءات في دوري السوبر. تعرفين دوري السوبر بيبقوا 8 فرق بتلعب 7 مباريات رايح جاي، يعني 14 مباراة. المباراة كانت مع الاتصالات واتذاعت كمان على شاشة قناة النادي الأهلي. خليني أقول لكم إنه المباراة دي جاءت في ظروف صعبة. أنت كنت طالع من مباراة الزمالك، مباراة عصيبة، واستطعت تفوز بونت 79-69، ولكن ماتشك امبارح مع المصرية الاتصالات مشي بشكل جيد، فزت بنتيجة 87-78. على فكرة الاتصالات فريق كويس جدا. احنا عندنا مشاكل، عندنا مشاكل في الفريق. على عايز أقول عيسى لاعبنا المحترف عمل مباراة رائعة، عمل امبارح مباراة كبيرة جدا عيسى. مستر اجوستي بوش بيحاول يعمل روتيشن كتير وبيغير وبيبدل في القايمه وبيدخل شباب تحت السن عشان يجهزهم، وده نظرا للغيابات اللي ضربت صفوف الفريق، سواء لاصابه عمرو زهران او استبعاد عمر طارق بعد طرده قدام الزمالك مباريتين، وكمان اصابه مؤمن طارق خيري. كل دي اصابات وغيابات عندك بتعاني منها، زائد الاجهاد طبعا لان انت من اكتر الفرق اللي لعبت مباريات هذا الموسم. زي ما قلت لحضراتكم ده الفوز الثالث لينا على التوالي. فرقتنا هتلعب ان شاء الله المباراه الجايه مع الجزيره، والماتش ده هيكون يوم الجمعه الجايه على صاله الامير عبد الله الفيصل بالنادي الاهلي بالجزيره. كاميرا الابطال كانت موجوده في مباراه الاتصالات وصورنا التقرير ده مع الجهاز الفني واللاعبين. خلينا نشوف قالوا ايه وارجع لحضراتكم تاني. طبعا الحمد لله على الفوز. وتاني حاجه يمكن في يعني في اول ماتش بدانا بدانا كويسين وبدا الجيم يبقى احسن. طبعا برده بيبقى في ضغط في الماتش، حكام بيبقى في ضغط على اللعيبه، طبعا على المدرب في حاجات مثلا الحكام ما تحسبهاش، فبيبقى في ضغط على المدرب يعني واللعيبه. الحمد لله يعني بعد ما كسبنا ماتش الزمالك كان يوم راحه وتاني يوم كان تمرين، والنهارده كان ماتش. طبعا التمرين قبل الماتش عشان تمرين نتمرن يعني على الفرقه اللي هنلعبها، وخلاص يعني الماتش خلص وبنركز على الفرقه الجايه ونتمرن نشوف هنعمل معاها ايه. بقى لنا 8 ماتشات اظن ما بنخسرش من الزمالك، فدي يعني حاجه كويسه يعني. هو طبعا ما كانش مبسوط بالفوز وكان شايف ان احنا في احسن، فقال يعني خلاص الماتش ده خلص، نركز على الماتش اللي جاي نتمرن عليه، خلاص ننسى اللي فات. الحمد لله على مكسب النهارده. تالت ماتش على التوالي، ماتشات قريبة من بعض يعني. ماتش كان في الأول مأزم كده شوية، بس الحمد لله إن إحنا قدرنا إن إحنا نكسب يعني في الآخر. إحنا اتدلعنا يمكن في الآخر، إحنا زي ما قلت لك إحنا ابتدينا الماتش كويس في الأول، وبعد كده قرصنا عليهم في أول التالت، بعد كده بقى ابتدينا إن إحنا نريح يعني. يمكن مش عايزين ندي 100% يعني فول كده باور، ماتشات قريبة من بعض يعني، خلاص الماتش اللي بنقدر نحسمه بأقل مجهود بنحاول ان احنا نركز بقى في الماتشات اللي بعد كده. في الاخر هو دفع بالناشئين شويه يعني، يمكن كانوا مش موفقين بتاع، بس يعني ده هو الكوتش يعني كان قاصد ان هو يعمل الموضوع ده. عندنا بعد يومين الجزيره، استعداد بتبقى قبل الماتش يعني بيوم، بيبقى بنعمل فيديو ميتنج كده على الفرقه اللي احنا هنلعبها، بنشوف نقط الضعف بتاعتهم نقط القوه وبنشتغل عليها وبس يعني. مش حاجه سبيشال يعني، مش ماتش فاينل، ماتشات الريجولر سيزون دي يعني بيبقى دايما ان احنا لازم نطلع من ماتش نركز في اللي بعديه. خلاص النهارده خلصنا الماتش نركز بقى في اللي بعديه وهكذا. فيعني بس هي دي الحاجات المين يعني اللي بنعملها في التمارين وكده. فرقه البطوله دي دايما الاخطاء بنقللها، لازم بيبقى على طول نلعب بنفس الليفل اللي احنا بنلعب فيه. الجمهور النادي الاهلي مش مهما بنقول ونديهم كلام كده مش بيوفي، هم دايما في ظهرنا الحمد لله، سواء في المكسب او في الخساره، ودي حاجه احسن حاجه في النادي الاهلي يعني بجد، ان الناس دايما وراك سواء انت بتكسب او بتخسر. بنوعدهم ان احنا يعني زي كالعاده من الحقبه الاخيره ان احنا دايما بنسعدهم بالمكسب على طول، ودي اقل حاجه نقدر نديها يعني للنادي الاهلي. واتمنى ان انتوا تبقى على طول بقى ورانا، وان شاء الله نشوفكم بقى في المدرجات قريب باذن الله. كان ماتش يعني قريب في الاول، لا كان لازم نعمل مجهود اكتر في الاول، بس الحمد لله ربنا وفقنا في الاخر والسكور فتح بمجهودنا يعني والدفاع اللي احنا حطيناه، والحمد لله يعني. كان ماتش قريب في الاول وهم فرقه كويسه، فرقه عايزه تكسب طبعا، اي فرقه بتيجي تلعب الاهلي بتبقى اللي هي جايه عايزه تكسب، فدي طبعا حاجه بنحترمها، واحنا بنحترم اي فرقه احنا بنلعبها، فده اللي بيوصل ان احنا الماتش يبان سهل يعني. الماتش اللي جاي ان شاء الله هنلعب الجزيره، احنا طبعا بنركز ماتش في ماتش طبعا بنجهز على كل فرقه احنا هنلعبها يعني. احنا الجزيره هنستعد لها استعداد تاني خالص غير الاستعدادات اللي احنا النهارده، احنا بنلعب على الفرق اللي قدامنا بنوقفها ازاي، فطبعا احنا قفلنا صفحه النهارده، ومن بكره ان شاء الله هنركز في الجزيره على طول ان شاء الله يعني. حتى في الماتش النهارده لقيت جماهير جت
هو ماتش طبعا يعني الحمد لله كان ماتش مش جامد يعني، بس هم جم وقفوا ورانا وهم على طول ورانا، ويعني اي فوز بنحب ان احنا نديه لهم. حتى ماتش الزمالك الاخير ده كله كان بفضل يعني دعمهم، وبشكرهم جدا. الحقيقة السلة يعني بتمر بظروف صعبة، خلينا بس نتكلم بكل أمانة. مستر أجوستي بوش يعني في موقف لا يحمد عليه، ولكن دايما هو عودنا أنه بيلاقي حلول. مستر أجوستي بوش يا جماعة من يعني المديرين الفنيين القليلين حتى على مستوى الألعاب كلها اللي بيقدر يلاقي حلول لمشاكله، خاصة في التشكيل. دايما بيقابله صدمات، دايما بيقابله غيابات، ولكن بيعرف يستوعبها ويعدي بيها بأمان. وكمان عنده ميزة كويسة جدا مستر أجوستي بوش، أنه بيعرف إمتى يعلي كيرف الفرقة وامتى ينزل بيه. يعني النهارده بيعرف ينزل بالكيرف كويس قوي، ويعرف يعلى بيه كويس قوي. مش مهم اللعيب يعمل فورمته، المهم يعمل فورمته امتى، يوصل افضل فورمه اون تايم. اون تايم هتبقى الفاينلز اكيد يعني انت عايز، انما الماتشات دي كلها بيجرب. شفنا محمد خيري الحقيقه اللي انا عايز اشيد بيه. محمد خيري كان ليه دور كبير جدا في الفوز ببطوله 18 سنه اول امبارح مع كابتن محمد اشرف توفيق. لعب المباراه ويمكن انا الفتره اللي شفته حط خمس ثلاثات، والنهارده بيلعب مع الدرجه الاولى. يعني محمد خيري ان شاء الله مستقبل نجم كبير. عايز اشيك كمان بمهيب. مهيب اقعد يا مهيب يقعد، العب يا مهيب يلعب، اتالق يا مهيب يتالق. مهيب اللاعب اللي بيحبه اي مدير فني. يعني مهيب انا لعبت معاه وكان هو لاعب صغير وانا كنت في الملعب، والحقيقه هو نفس الاداء ده، هو صغير وهو كبير. فلعيب زي مهيب لعيب مهم جدا. عمر عزب كان مهم جدا ان احنا من معاه لقاء، ان شاء الله يرجع فورمته وربنا يعني شفاه من اللي كان عنده، بس الحمد لله دلوقتي بيستعيد فورمته واحده واحده. وعمر عزب لو جاب فورمته هيكسر الدنيا مع النادي الاهلي.